اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن التشامبيونز ليج والمصريين في التشامبيونز ليج والاوروبا ليج، وازاي المصريين بداوا مشوار على الساحه الاوروبيه من خلال بطولات اوروبا. قبل ما اتكلم معاك في دوت، في تقرير عن بدايه ومشوار المصريين المحترفين في البطولات الاوروبيه، نشوفه ونرجع نكمل حوارنا مع عمر البلوكي. صنع محمد صلاح اسما وسمعة رائعة للاعب المصري في الدوريات الأوروبية الكبرى بالمشوار الاستثنائي الذي يعيشه الآن مع ليفربول الإنجليزي، الذي حصد معه كل البطولات وأصبح أحد أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم. ولكن ماذا عن مرحلة ما قبل محمد صلاح؟ بدأت القصة في العام 1990 حين جاءت المشاركة المصرية الأولى في تاريخ البطولات الكبرى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتحديدا في مباراة إشبيلية الإسباني وباوك اليوناني على ملعب رامون بزخوان يوم 18 من سبتمبر من العام 1990 ضمن منافسات الدور الأول لكأس الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت مشاركة الثنائي مجدي طلبة وإبراهيم حسن بقميص النادي اليوناني الكبير. ثم توالى الظهور المصري بمشاركة الثلاثي هاني رمزي والتوأم حسام وإبراهيم حسن مع نيوشاتل زاماكس السويسري ضد العملاق الاسكتلندي سلتك، والفوز التاريخي بالخمسة لفريق الفراعنة وبرباعية سجلها حسام حسن في كأس الاتحاد الأوروبي عام 1991. 30 لاعبا مصريا شاركوا في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي خلال 30 سنة السابقة، ولم يشارك سوى 10 لاعبين فقط في دوري أبطال أوروبا، يتقدمهم أمير المحترفين هاني رمزي مع كايزر سلاوترن الألماني عام 1998، وهو أيضا واحد من 3 لاعبين فقط في تاريخ مصر شاركوا في 3 بطولات أوروبية كبرى، هي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأوروبي التي تحول اسمها إلى الدوري الأوروبي، وكذلك كأس الانترتوتو. مشوار طويل للمحترفين المصريين في أوروبا، توجه محمد صلاح بالفوز بدوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وينتظر المزيد.